أو رؤية لحزب الجبهة الحقيقية والديمقراطية لجهة الرباط صدر قنيطرة تقديم تطلب إنساء قواعد الديمقراطية توسيع قاعدة المشاركة السياسية وذلك بتجاوز الدورة المركزية واللجوء إلى الحكامة الترابية كنظام إدارة الفعل العمومي وذلك باللجوء إلى نظام جهوي. ولقد تبنت الدولة المثال الوطني لعدم التمركز الذي شكل قطيعة حقيقية مع المركزية المتحجرة وذلك بنقص صلاحيات مركزية وانتظامها في أطار تقنية جهوية وتبقى الجهوية الإطار الملائم لتحقيق التنمية وبلوغ الديمقراطية التشاركية وتنزيل مبادئ الحكم الجهوي. إن الجهة كمفهوم وشكل تنظيمي إداري لم تنمو إلا بعد ظهير 16 يوليو 1971 الذي عرف هذه الوحدة الإدارية الجديدة كإطار اقتصادي سمح بالقيام بالأعمال وكذا الدراسات ذات الصلة بتنمية مختلفة مناطق المغرب. ولقد تجسدت هذه الرغبة عبر الخطاب الملكي 3 يناير 2010 بمناسبة تشكيل اللجنة الاستشارية الجهوية التي اعتبرت أداة لتجديد وعصرنة هياكل الدولة وتقوية التنمية المندمجة حيث أصدر جلالته أوامر للجنة المذكورة باستحداث نموذج جهوية متقدمة لا تستنسخ الآخرين وإنما تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية المغربية. ولقد تم تكريس هذا التوجه الجهوي من خلال دسترة جهوية ضمن دستور 2011 حيث اعتبرت الجهوية من الأوراق الكبرى واستراتيجية قوية للنهوض بالتنمية الاقتصادية والإخلاء السوسيو اقتصادي في أفق تحقيق التنمية الشاملة. أكيد لأنه في حزب جبهة القوى الديمقراطية يمكن نعتبره بأن العمل التنظيمي ما هو إلا انعكاس للرؤية الفكرية والسياسية اللي كيحملها أي حزب، فطبيعة المهام اللي كيختارها كل حزب هي اللي كتفرض عليه نوع التنظيم اللي غادي يتبناه. كنعتبره في جبهة القوى الديمقراطية بأن احنا يساريين بفهمها الشامل اللي كتعني بأن احنا مهمتنا هي الدفاع عن الفئات المهضومة الحقوق من ناحية سياسية اقتصادية اجتماعية ثقافية والبيئية، وبطبيعة الحال هذه المهام هي اللي كتحدد نوع التنظيم اللي خصنا نتبناه. طبعا احنا نؤمن بأن مهمتنا في الدفاع عن هذه الفئات مرتبطة بقيم وأسس كبرى تمثلها في المساواة، الحرية، الكرامة والعدالة الاجتماعية والمجالية. لذلك فالبعد الترابي والمجالي حاضر في تنظيمنا، معناه أنه الحزب خصو يكون باش يكون قريب من المواطنين خصو يكون عنده تنظيمات ترابية كتنزل من الجهة إلى الإقليم إلى المحلي، يعني الفروع المحلية. اليوم نحن بصدد تنظيم الجهة ديال الرباط سهلة القنيطرة، ولذلك نحن نعتبر بأن هذا المؤتمر اللي غادي ينتخب أمين عام جهوي وينتخب أمانة عامة جهوية ماشي غاية في حد ذاتها، بل وسيلة أننا نكونوا منظمين ومستعدين باش نقوموا بواجبنا في الدفاع على وخدمة الوطن والمواطنين. دكتور، النتائج المحصلة هنا أخيرا خاصة مدينة القنيطرة واش ما فاجأتكمش؟ ما فاجأتناش، بدلنا واحد المجهود كبير خصوصا على مستوى ما يتعلق الأمر بالانتخابات الجماعية على مستوى الجماعات اللي كان فيها نظام اللائحة. الحزب بذل مجهود كبير على المستوى الوطني بحيث أنه كانت عندنا نسبة مهمة من التغطية على مستوى الجماعات، وقنيطرة طبعا من الجماعات اللي خاضعة لنظام اللائحة. طبعا اللي كيكون نظام جديد والأحزاب مازال باقي ما استنست به، طبعا كان عندنا يعني مجهود كبير تهيئنا بما يكفي، ولكن ما كناش عارفين النظام هذا النظام الانتخابي بشكل كامل وبشكل كافي. لذلك بعض النتائج والنتائج بالحقيقة في مجملها ما كتعكسش لا الرغبة ديالنا ولا الأمل ديالنا ولا حتى المجهود اللي درناه
كحساسية مجتمعية كنعبروا على فئات موجودة في المجتمع، يعني ماشي حزب عنده ما مرتبط شيء بالمجتمع، احنا مرتبطين بالمجتمع سياسيا وتنظيميا، والنتائج هي إيجابية ولكن ما كتعبرش على التمثيلية الحقيقية اللي عند جبهة القوى الديمقراطية واللي خصها تكون في المجتمع المغربي. أم دكتور، اليوم احنا 6 مارس يعني على بعد يومين من اليوم العالمي للمرأة، شي كلمة أولا للمرأة داخل الحزب ومن خلالها المرأة. هذا الشيء اللي عبرنا عليه في هذا المؤتمر، احنا كنعتبروا بأن المساواة بين الجنسين هي ضرورة فاعلة في التاريخ، وكنعتبروا بأن النضال من أجل تحرير المرأة هو نضال من أجل تحرير المجتمع، وكنعتبروا بأن الفرق ما بين المرأة والرجل ما ممكن يكون إلا على مستوى الوظائف البيولوجية، وكنعتبروا بأن بلادنا كتحقق مكاسب بعد مكاسب بفضل التوجهات الملكية في السير نحو القضاء على التمييز ما بين المرأة والرجل، وكنعتبروا بأن المرأة سواء في الحزب أو في المجتمع كتحقق تراكمات وليها إكراهات وليها حيف اللي خصنا نجتهدوا جميع باش نرفعوه على المرأة المغربية، نحرروا الطاقة كاملة، لأن تحرير ديال الطاقة ديال المرأة المغربية هو تحرير ديال المجتمع المغربي بكامله.